السلام عليكم طلاب، أنا دكتور طلاب. اليوم راح ناخذ إن شاء الله المحاضرة الأولى من مادة اللغة الإنجليزية للمرحلة الثالثة، قسم المسندة، كلية الزراعة، جامعة الكوفة. طبعا المنهج هو يعتمد على كتاب اسمه نيو هاي واي بلس الفول انترميديت، فإن شاء الله يعني راح أنزل لكم اللينك لهذا الكتاب حتى تقدرون تحملوه وتتابعونه. يعني على كل، أنا سويت ملخصات نقول من هاي الكتاب الأشياء المهمة اللي راح نركز عليها خلال المحاضرة. إن شاء الله على بركة الله نبدي. الوحدة الأولى هي إتس، يعني يخلون طبعا هذا النظام حديث، يخلون كل وحدة نقول عنوان، وهذا الدور ضمنيا يضمنون القطعة ويضمنون الجرامر. إن شاء الله راح نبلش هسه المحاضرة، هي It's Wonder Wonderful World، هذا عنوان القطعة. خلينا نروح على البي دي اف. It's Wonderful World هو عالم جميل، أو يعني عالمنا عالم جميل. على كل، هذا عنوان، بس بعدين راح نعرف ليش اختاروا هذا العنوان. طبعا هاي الوحدة راح تصير محاضرتين، هاي محاضرة وإن شاء الله محاضرة ثانية. راح ناخذ بهاي المحاضرة، راح ناخذ الجرامر، جزء من الجرامر اللي هو يتركز على الأكزيلاري فيرب، الأفعال المساعدة، أكزيلاري فيربس، وراح ناخذ قطعة، واحتمال بعض الواجبات نتطرق لها خلال القطعة. زين، هسه نبلش، راح نبلش اول شيء بالجرامر. زين، الجرامر قلنا تركز على الاكزيلري فيرب، الاكزيلري فيرب او الاكزيلري فيربس. زين، ناجي يقول there are three verbs, there are three classes of verbs in English. هناك ثلاث انواع بصوره عامه، اللي تحدثنا بصوره عامه، هناك ثلاث انواع من الافعال باللغه الانجليزيه. عندنا شنو؟ الاكزيلري فيرب، نوع من الاكزيلري فيرب، وعندنا هذا الأكسيلر فيرب، عندنا المودال فيربس، مودال أكسيلر فيربس، وعندنا الفول فيربس. زين، هسه الأكسيلر فيربس العادية اللي هي شنو؟ دو وبي وهاف. ذن شنو؟ ذن أفعال مساعدة يساعدن شنو؟ للأزمنة. وهسه راح ناخذ بالتفصيل إن شاء الله. مثلا الدو تشتغل ويا الفعل او الزمن المضارع البسيط. البي ايضا هي يعني تصرف ضمن الزمن المضارع البسيط. والهاف هم ايضا زمن المضارع التام مو البسيط. زين، عندنا المودال اكزيلري فيرب. شنو المودال اكزيلري فيرب؟ هي افعال مساعده. شو تسوي؟ يعني تفيد، يعني تعطي معنى، لها معنى، وتفيد يعني تعطي خلينا نقول تعديل او فد شيء، يعني خلينا نقول يعني ما تعطيك 100%. خلينا نقول منها مثلا نشتغل على احتماليه، مثل من؟ مثل كم ومايت وول ووت. مثل قسم منها لها معنى، مثلا يعطيك على الابلكيشن، مثل ماست يعني الابلكيشن الاجبار. قسم منها النصيحه مثل شود. هذا كلها راح نتطرق لهم هسه، راح نتطرق لهم بالتفصيل ان شاء الله. حتى هي هاي المحاضره يعني الجرامر مال يونت 1 هو مجرد ريفيو، يعني مراجعه لمن؟ للمعلومات السابقه القديمه. بس هناك كتركيز راح يصير على الاوكسيلري فيرب. زين، هسه قلنا ايش عندنا؟ عندنا الاوكسيلري فيرب اللي هي دو بيها. طبعا دو تشمل مثلا الدوز والديد والدون، والبي الاز والام والار والوير والجوز. الهاف تشمل الهاف هي الهاف وحده هي فعل مساعد. زين، عندنا شنو؟ عندنا المودل، قلنا اول شيء الاكزيلر فيرب، عندنا المودل اكزيلر فيرب، عندنا الفول فيرب. الفول فيرب هو فعل الكامل اللي هو مثلا يركض، يسبح، يقرا، يتعلم، يدرس، رن، بلاي، رن، يلعب، ثينك، وونت. ذن يجن اصل الجمله خوش، ولها معنى مستقل، ما لها علاقه بالاكزيلر فيرب. مجرد ذكرناها ليش؟ حتى نميز بين عندنا اكزيلر فيرب، عندنا مودل اكزيلر فيرب، عندنا فول فيرب.
هسه ان شاء الله شوي شوي راح توضح عندكم. زين، ناش يقول الدور مرات هي شنو؟ هي يجي فعل فول فيرب حال حال يعني حال حال البلاي والثينك والجو والى اخره. شلون شلون يقول مثلا عندنا مثال I do my washing on Saturday، انا اعمل مثلا الغسيل مالتي باليوم السبت. I do my washing on Saturday، هنا الفعل شنو؟ اخذته هو فعل رئيسي I do. اذا الفاعل هنا مفرد مثلا شو يصير؟ he does my washing his washing مو my washing يصير he does his washing on Saturday. اذا do does اشتغل هنا شنو؟ فعل رئيسي. بصورة عامة اذا عدنا الفاعل مفرد مثل شنو الفاعل المفرد؟ he, she, it. لأني طبعا أنا مغطيهم كلهم بمحاضرات سابقة ويا المراحل الأولى والثانية، وإذا تبدون راح أزودكم يعني بهاي المحاضرات. الفاعل المفرد يأخذ فعل مع s أو es، مثلا مثل ما قلنا he goes، ما يصير he goes. she wants it costs يعني تكلف cost as cost فعل زاد s. زين هنا أخذ هذا المثال الثاني she does a lot of business in Eastern Europe. هي تعمل هي عملت خلينا نقول البزنس أو تعمل خلينا نقول بزنس كثير في وين؟ في أوروبا الشرقية. Eastern Europe. What do you do هذا كلش معروف. زين هذا كلش معروف. نا هذا فعل رئيسي وهذا فعل مساعد. نا يقول the first do is an auxiliary verb, the second do is full verb. زين عندنا هنا ال be مرات يجي شنو؟ فعل رئيسي. we are هنا ال be هي are يعني أصل ال are هي be، أصل ال are هي be، أصل ال where هي be، أصل ال to be هنا be. زين we are in class at the moment. we are in class at the moment. هنا ال are هو فعل رئيسي جاي طيب يعني نحن نكون بالصف في هذه المرحلة في هذه اللحظة. they were at home yesterday. هم كانوا بالبيت بس البارحة. I want to be a teacher. أنا سوف أكون معلم. لا نفس الشيء الهاب ممكن تكون فعل تام مثلا شنو؟ he has a lot of problem. لا معناته ملكة. الهاب معناته ملكة. بالفعل المساعد ما لها معنى. تجي هاب auxiliary verb مثل ما هنا حكينا auxiliary verb ما لها معنى. زين he has هو ملكة a lot of problem. هو ملكة أو عنده يعني أو حصل أو نقول عدة مشاكل أو هو حصل عدة مشاكل يعني شلون ترجمة حرفية شوية صعب تصير. they have three children. هو عنده ثلاث أولاد. هو يملك ثلاث أولاد. زين هاي ملاحظة خلي نعبرها يعني ما أريد أشتت أفكاركم. هسه راح يبدأ ياخذ التنسز اند اكزيلري فيرب الازمنه والافعال المساعده. بس احنا قلنا شنو عندنا ذيك الخلاصه ذيك الصفحه نقول عندنا ثلاث انواع من الافعال. عندنا الاكزيلري فيرب، عندنا مودل اكزيلري فيرب، عندنا الفول فيرب. الاكزيلري فيرب احنا الدو والدز العفو الدو والهاف والبي. المودل اكزيلري فيرب قلنا الماست والكان والود والشود والماست والمايت. وعندنا الفول فيرب قلنا بلاي ورايت وريد الى اخره. زين هسه شنو عندنا التنسز اند اكزيلوري فيرب؟ شلون راح الازمنه تستفاد من الاكزيلوري فيرب؟ الافعال المساعده. زين هسه شنو هسه راح ياخذ اول شيء مثلا الدو. زين هذا اول اكزيلوري فيرب دو. وين استخدم الاكزيلوري فيرب؟ وين استخدم بريزنت سمبل اند باست سمبل؟ شلون يعني present simple and past simple؟ إذن الفورمات مالته do قلنا إذا عدنا الفاعل جمع مثل فاعل الجمع شنو؟ you I ال I يعتبر فاعل جمع يعني I do my homework. I do العفو I we they you
does فاعل مفرد مثل من it, she, he مثل ما نقول علي the car أو the bus. الأدنى did, did لا يأخذ طبعا هو للماضي did يأخذ شنو مفرد والجمع على حد سواء بنفس الصيغة. are used to make question on negative يستخدم هذه الأفعال من تظهر بالزمن المضارع البسيط أو بالماضي البسيط بالمضارع البسيط بالماضي البسيط من تظهر راح تستخدم شو ما هاشي تستخدم تستخدم حتى نسوي سؤال جملة أو جملة أو استفهام جملة استفهامية أو جملة نفي. زين هسه راح ناخذ بعض الأمثلة. Where do you work? Where do you work? Now جاي الفعل المساعد اللي هو do. You work. Where do you work? صيغة السؤال ظهر. إذا أريد أقول أجاوب على هذا السؤال بجملة مثبتة بزمن المضارع البسيط. ليش؟ لأن هنا الزمن شنو؟ عندنا مضارع بسيط. Do. ما أقول do عندنا مضارع بسيط. Where do you work? أين أنت تعمل؟ I work in the university. مثلا أنا أعمل في الجامعة. I work in the university. أنا أعمل في الجامعة. نعم من قلنا أنا I work in the university أنا أعمل في الجامعة ما ظهرت إن do أو does أو غيرها. ليش؟ لأن فقط في السؤال وفي النيجاتيف يظهر الفعل do. هاي خليها قاعدة. طبعا أنا أدزلكم محاضرات حتى ديك المحاضرات كلش أبسط وأوضح بس إحنا لازم نمشي على المنهج. زين she doesn't like her job. نا جاء شنو عندنا not حالة نفي. She doesn't like her job. هي ما تحب عملها. What did you buy? شنو اشتريت؟ نا شوف أجانا بالماضي. من يجي فعل مساعد بالماضي من يجي فعل المساعد بالماضي الفعل الرئيسي أو الفعل التام يصير مجرد. What did you buy? شنو اشتريت؟ زين. He didn't buy anything. We didn't buy anything. احنا ما اشترينا أي شيء. هنا عندنا حالة النفي وجدد. شنو بصيغة هنا عندنا شنو الزمن بالماضي وضفناه لنط يصير بالنفي. زين وعندنا شنو عندنا الباي فعل مجرد. زين احنا خلينا نستخدم تكست هسه خدنا الدو عندنا الفعل بي. البي شنو؟ قلنا البي شنو؟ هو اصل الاز والار والام والووز والوير. زين لما نستخدم الفعل بي مع الازمنه قلنا صح الموضوع شنو؟ فعل مع الازمنه. نستخدم بي زائد فير زائد اي ان جي. هاي الصيغه لما تستخدمها يا ابي اذا جاء فعل بي از يوز تو ميك واس كونتينوس فير فورم. نستخدم العمل الزمن المستمر. الزمن المستمر مثلا شنو؟ مضارع مستمر ماضي مستمر وشنو التام المستمر. خلينا نشوف شنو الأمثلة عليه. شلون الأمثلة عليه؟ ناخذ هذا اول مثال. he is washing his hair. هو يغسل شعره. زين هذا شنو من اجت is وفعل ياخذ ing. هنا is هنا فعل to be وفعل B-I-N-G. هذا فعل B-I-N-G. ايش صار؟ present continuous مضارع مستمر. زين عندنا شنو؟ عندنا الفعل البي شنو اجا وير ماضي يدل على الماضي. زين فعل ING going they were going to work past continuous ماضي مستمر. بعد اجا الفعل have زائد been زائد فعل ING. have زائد been زائد فعل ING لأن شنو؟ ماضي مستمر تام. مضارع مستمر تام. ليش؟ have been learning. هنا شنو عندنا؟ have. الhave دل على المضارع. been learning على من؟ دل على المستمر. إذا مضارع تام مستمر. present perfect continuous. I have been learning English for 2 years. أنا أتعلم اللغة الإنجليزية منذ 2 سنين. يعني بعد شنو؟ I'd like to be lying on beach right now. أنا أتمنى أن أضطجع على البيتش على خلينا نقول على الشاطئ الحالي. هذا يسموه
continuous infinitive يعني نقول مضارع مستمر مجرد أو مستمر يعني بدون نقول بدون زمن هيك مستمر مجرد. زين طبعا هاي كلها راح نتطرق لها بالتفصيل إن شاء الله، بالتفصيل إن شاء الله إذا بس هذا كمراجعة حتى نعرف شنو الأكزيلر فيرب. زين مش عندنا بعد بي زائد باست بارتيسيبل، البي زائد الصيغة الثالثة للفعل، الصيغة الثالثة للفعل شنو قصدي المضارع الأولى الماضي باست، الثانية باست بارتيسيبل الماضي التام، الماضي التام شنو هاي الصيغة لما نستخدمها بي زائد باست بارتيسيبل تستخدم المن للعمل الباسيف المبني للمجهول احنا نقول بالعربي. زين بيبر ناي امثله عليه، بيبر از ميد، بيبر از ميد فروم وود، الورق هو مصنوع من الخشب. هنا ليش نستخدم الباسيف؟ خلينا نقول هيك شيء جانبي، نستخدم الباسيف حتى ما نريد احنا نركز على الفاعل، الفاعل ما نريده، عندنا شيء مهم مفعول به هو المهم والفعل هو اللي نريده. زين يعني مثلا انا اقول مثلا احنا نقول الدواء الكورونا فايروس اخترع، احنا اهم شيء صار نريد الدواء، من اللي اخترعه مو مشكله، نريد دواء مال كورونا فايروس. يعني نقول the medication of coronavirus coronavirus is invented هو او founded هو اخترع. ما اهتم للفاعل، مو ضروري اعرف الفاعل، بس اهم شيء اساسا المحتاجه كلش هو الدواء. زين هسه هنا مثلا نفس الحاله قد تكون نقدر نطبقها، paper is made from wood ورق هو مصنوع من الخشب. يعني انا ما اهتم كلش منو صنع الخشب، يعني مو نقول they made paper from wood، لا اريد اهم شيء شنو، اريد البيبر من مصنوع، ما مو مهم عد الفاعل. paper is made from wood present simple passive يعني مضارع مستمر مضارع بسيط بالصيغة الباسيف مبني للمجهول. my car was stolen سيارتي سرقت، ما اعرف من الفاعل. الحالة الثانية انه ما اعرف من الفاعل yesterday my car was stolen yesterday، فابني شنو المجهول، لو خواد اعرف الحرام ما يفسر مسوق. زين my car was stolen yesterday past simple passive ماضي بسيط مبني للمجهول. the house has been recorded redecorated sorry the house has been redecorated قد شنو اعيده تصميمها او اعيده خلينا نقول تزويقها او يعني الديكور مالته present perfect passive ماضي مضارع تام مبني للمجهول. نشوف شنو عندنا بي زائد past participle، past participle زين this homework need to be done هنا هم بي زائد فاعل مبني للمجهول. ما قلنا دو هنا شنو اصل هذا الدون هو دو هنا شنو جاي فعل تام full verb this homework need to be done tonight هنا شنو يسموه passive infinitive. زين هاي اخر شيء ان شاء الله ساعدنا شنو الهاب، من تجي الهاب كأوكسيلري فيرب شنو تجي؟ تجي هاب باست بارتيسيبل از يوز تو ميك بيرفكت فيرب فورمز، مستخدم من تجي الهاب يستخدم لعمل او مساعده خلينا نقول تكوين زمن المضارع التام، ودائما الهاب تجي شنو؟ باست بارتيسيبل. خلينا ناخذ امثله مثلا هيك هنا نشوف شنو هاز بين has أو have هنا طبعاً سوية، has للفعل المفرد والhave للفعل الجمع، has been recorded يمكن هنا شفنا في هذا المثال هاي ما قلنا فعل تام ماكو مشكلة سنكمل. قلنا الهاب يجي دائما past participle اذا اجى فعل مساعد يدل على الزمن الماضي المضارع التام. زين he has worked in 7 different countries هو قد عمل. زين خلينا نحكي هنا في شيء جانبي عن الزمن المضارع البسيط.
زمن المضارع البسيط يستخدم العفو، زمن المضارع التام، زمن المضارع التام يستخدم لمن؟ يستخدم عن حقيقة حدثت بالماضي واستمر تأثيرها لمن؟ للوقت الحالي. يعني شنو استمر تأثيرها؟ يعني بعد اكو تأثير لها، اكو بعد شلون نقول حس لها، او بعد ناح ان عندنا واقع، شيء واقع او تاثير واقع. بس مثل ما يقول he has worked in seven different countries، هو عمل بسبع دول مختلفه، يعني هو مو عمل من زمان وانتهى، لا بعد هسه هو مثلا يعمل بالدوله السابعه، بعد مستمر تاثير هذا الجمله خلينا نقول، او هذا العمل اللي هو عنده. هي هسه نجي كصيغه كجرامر، has worked الفعل has هو للمفرد قلنا، يعني حالة حال الهاب، هو نفس الشيء اسمه نفس التأثير. وورد past participle الصيغة الثالثة للفعل work WORK. زين ماشي، عندنا present perfect وهكذا. she work she was carrying because sorry she was crying، هي كانت تبكي because she had some bad news. ماشي، عندنا ماضي تام، ماضي تام. ليش شنو ماضي تام؟ هنا هو الفعل الاوكسيلري فيرب، هذا اوكسيلري فيرب هاد. زين ليش صارت هاد؟ واحنا عندنا هاف وهاز، هاد لان بالماضي، ماضي تام يعني ماضي تام، ماضي تام مو مضارع تام. احنا عندنا اذا عندنا مضارع تام شنو؟ شو يصير مضارع تام؟ هاف او هاز. اذا عندنا ماضي تام هاد هاد. الهاد الثاني هنا شنو؟ هاد هي فعل تام، معناته شنو؟ ملكة. زين she was crying because she had some bad news، لأنها يعني نقول قد حصلت على بعض الأخبار السيئة. past perfect يعني هي كانت تبكي لأنها حصلت على بعض الأخبار السيئة. I would like to have met Napoleon. Napoleon، انا اتمنى ان التقي نابليون. هنا بيرفكت انفينيتيف يعني مضارع تام مجرد، خلينا نقول. هسه راح نكتفي بهاي القواعد، طبعا هاي كل القواعد راح نجي نفصلها ان شاء الله، راح نجي نفصلها. بس انت كون شنو تعرف انه شنو اكو في شيء اسمه اكزيلري فيرب، وهذا الاكزيلري فيرب يساعد في تكوين الازمنه، ومثل ما هسه عرفنا شلون يساعد في تكوين الازمنه. كون انت الدور تحاول تكتب ملاحظاتك، تعرف تاخذ الامثله تدرسها جيد حتى تعرف مثلا من يجي الدو هو شنو، المن الدو مضارع بسيط، الدو بس الدو لا مو الدو، الدو من اقول دو يعني دو دوز، دو دوز هذا مضارع بسيط. من تجي ديد هذا شنو؟ ماضي بسيط. من تجي دون، دون من يجي دون دي او ان اي هذا ماضي مضارع تام. زين هاي خلصنا من الدو. عندنا الاز والار مضارع بسيط، عندنا الواز والوير، الاز والار والام مضارع بسيط، الواز والوير عندنا ماضي بسيط. زين عندنا شنو الهاف؟ من قلنا الهاف بالوحد اذا كهاف كهاف تجي واحد هي هاف وهاز مضارع تام، هاف من تجي هاد شو يصير؟ ماضي تام. هسه راح انتقل اني للقطعه. القطعة هنا عندنا reading and speaking. أتمنى تحلون هذا التمرين، تمرين واحد. مثلا هنا شو يقول لك؟ يقول لك اختار match each topic in A with two items in B. كل عنوان ب A مفروض اكو فد ايتمين، او خلينا نقول فد مصطلحين هن وين موجودات ب B. راح احل لكم عن فد اثنين وانتو تحلون البقية. مثلا نقول international travel، international travel الطيران او السفر عبر الدولي، خلينا نقول السفر الدولي. شنو الفشل المتعلق وياه؟ solar system نظام الشمسي، لا airline ممكن الايرلاين، بس ما اقصد خلينا نشوف بقيه الخيارات. مرات انت تقول اي بس اكو جوز خيار ثاني هو احسن. كومبيتيشن منافسه، لا اونلاين، لا فتشي على الانترنت. هذا الكون اللي هي الكون هي الذره. هيلث كير الصحه،
دراج ابيوز، استخدام المخدرات او المنشطات مثلا، يجوز بنسلين الدواء اللي هو البنسلين، فيمين اللي هو المجاعة أعتقد، جالكسي يعني المجرة أو العالم، أبورد يعني حدود مثلا، أو على اتجاه بورد أو علامة الطائرة، ويب سايت هو شنو الويب سايت، هو موقع الشبكة العنكبوتية تبع الإنترنت. أنا أقول البورد هو الخيار، وشنو الإيرلاين هو خيار ثاني. مثلا ناخذ سبيس انترابل، ارجع من البدايه، سبيس انترابل سي سولار سيستم، يس سولار سيستم اتس ريليتد تو سبيس انترابل، اونلاين كون هيلث كير دروغ بنسلين فيلم، جالكسي هي المجرات او الجالكسيز، نعم جالكسيز هي متعلقه بالسبيس انترابل. اتمنى الحلول البقيه، وجوز انا هم تاكد وجوز حل مو تمام، بس اشوفه تاكدوا الحلول ودزوا لي الجواب. زين ناخذ هسه، نحاول ناخذ القطعه. اوكي هسه نشوف الريكورد، اوكي موجود الريكورد، ناخذ القطعه هسه. القطعة شنو عنوانها؟ طبعا القطعة هنا قاسمها نصين، مو أنا قاسمها، الكتاب قاسمها Wonders of the Modern World، Wonder of the Modern World يعني عجائب مو هي عجائب، Wonders عجائب، Wonders of Modern World طبعا، Wonders عجائب، of Modern World العالم الحديث، زين عجائب العالم الحديث أو يعني عالمنا الحالي. نقول زين هسه شنو هو يريد؟ يريد شنو؟ يريد من هذه القائمة، يريد من هذه القائمة حتى يصير واضح عندكم، من هاي القائمة شنو تخلي عنوان، هذا يعتبر توبيك، عنوان المن مثلا واحد شيء يصير، هذا مثلا اجريكلتشر مثلا، انا مو صح اثنين شنو الانترنت، ثلاثه مثلا هيك تختار. بس شلون تختار؟ طبعا شيء راح تكون تقرا تفهم شنو شو اسمه شنو المطلوب منك، وبعدين راح تشوف الافضل عنوان خلي. يعني وريد تدزولها بالأجوبة، أنا راح أقرأ لكم قطعة وتجاوبون عليها. زين وأتمنى هم تجاوبون لأن الأسئلة ما راح بعد أرجع لهم، أنتوا الأسئلة عليكم، بس راح أقرأ لكم قطعة وأريد حل، يعني أريد جواب مال السؤال الثاني وجواب مال السؤال الثالث. أوكي زين راح أقرأ لكم قطعة Wonders of the Modern World، عجائب الدنيا أو عجائب العالم الحديث. Then I don't believe that today's wonder are similar in kind of to the wonder of the ancient world. يعني هذا الكاتب يقول أنا ما أعتقد أنه العجائب هي مشابهة لما العجائب الحالية هي مشابهة للعجائب القديمة أو العالم القديم. They were old buildings. هي كانت معظمها شنو بنايات. Such as pyramids in Egypt. مثل ما هي الأهرامات بمصر. Or other architecture structure. أو فتشي هياكل معمارية معينة. زين. Over the past 100 years. خلال فترة 100 سنة. We have seen amazing technological and scientific achievement. احنا رأينا فتشي يعني مبهر. ناحية يعني رأينا تكنولوجيا مبهرة وأعمال علمية وإنجازات علمية مميزة. These are surely our modern world. هذه هي our modern world، يعني our modern wonders. هذه هي العجائب مالتنا الحديثة. زين. بس واحد ما أعرف شنو، أنتم تشوفون شنو الرقم واحد. بس هو أنا جاي أشرحه. It is everywhere. هو كل مكان. More than half billion people use it. أكثر من مليار نصف
مليار مواطن أو إنسان يستخدمه. And the number of people who are online increase by 100 million every year. يعني الرقم مال الناس المستخدمين، مال هذا الناس المستخدمين اللي هم أونلاين، اللي هم على التواصل، نقول متصلين أونلاين، increase يزداد 100 مليون، 100 مليون، 100 مليون يعني شخص كل سنة. في عام 1994، في عام 1994 there were only few hundred web page، كان هناك بعض مئات الصفحات الإلكترونية نقول، أو الصفحات المتعلقة بالإنترنت. Today there are billions، اليوم أكو مليارات. It has revolutionized، أنها قد يعني شلون نقول ثورة، يعني قد يعني ثارت. The way of live and work، طريقة العمل، أو هي شلون نقول حفزت أو غيرت أو قد دافع قوي revolutionized، يعني it has revolutionized يعني طورت أو قدمت في شيء من طريقة we live and the way we live، طريقة عيشنا، طريقة عملنا. But we are still in the early days، ولكن احنا بعدنا شنو بالأيام المبكرة. Soon there will be more and more interactive between the user and the website. ها يعني خلينا نقول قريبا سيكون هناك more interactive، يعني أكثر شنو التداخل أو التفاعل بيننا وبين شنو الويب سايت، between the user، بين المستخدمين وبين الويب سايت. And we will be able to give instruction using speech، وراح نتمكن انه نلقي تعليمات علما للانترنت باستخدام الكلام، بس من خلال الكلام. طبعا هذا اخذ الموضوع واضح. زين، في عام 1969، في عام 1969 نيل أرمسترونغ، واحد اسمه نيل أرمسترونغ، ستيبت اوت، يعني خلينا نقول ستيبت اوت، يعني خلينا نقول خطى خطوات، اوف هيز سبيس كابسول، يعني خارج اوف هيز سبيس كابسول اون تو ذا سيرفيس اوف مون اند ميد هيز famous statement، خطة خطوات خارج مادة الكبسولة علي من on the surface of the moon، على سطح القمر، and made his famous statement، وقال عبارته الشهيرة أو ذكر عبارته الشهيرة that's one small step for man، هاي خطوة صغيرة لرجل، on the giant leap of mankind، لشون نقول يعني of giant leap of mankind، لي يعني بش مجموعة كبيرة من البشر. خلينا since then، من ذلك الوقت there have been space problem، كانت هناك مشاكل there have been space probes to Mars Jupiter Saturn. للمن there have been، كان هناك، شوف المال هاب جاي، شوف شلون يتطرق، there have been space probes، يعني كو اعتقد مشاكل to Mars Jupiter Saturn، يعني مارس هو المشتري، جوبيتر زحل، وستارتروم اعتقد المشتري زحل والزهرة يمكن، and even the sun، حتى sun يعني هناك. زين، one day، في يوم من الايام A space observatory، المرصد نقول الفضائي، will study how these stars and galaxies began، شلون بدت هذه ال يعني how these stars، شلون بدت هذه النجوم أو المجموعة خلال مجموعتنا الشمسية. So far، لحد الآن it seems that we are alone in the universe، لحد الآن so far، لحد الآن it seems، كما يبدو we are alone، نحن وحيدين، وين بالكون، there are no signs، ماكو أي إشارات yet، لحد الآن that there is intelligent، هناك intelligent life، هناك حياة يعني متطورة أو حياة ذكية، outside our solar system، خارج نظام الشمسي، أو خارج نظام مجموعتنا الشمسية،
what who now من يعرف what the future holds شنو اللي يعني دعم منا المستقبل هذا الباراجراف الثانية كون أنت تعرف شنو اللي يتحدث عن من أو شنو التوبك فأعتقد واضح تختار من جدول A شو اللي هنا موضوع ثاني شو اللي nothing has done more than more for comfort and happiness of the human race than advance in health care بالتأكيد يعني هنا جبل شو اللي nothing ماكو أي شيء عمل يعني has done nothing has done قد عمل more than شوفنا has done شوفنا أريد أتمنى طبعا من القطع الشوال الأفعال المساعدة أو الأزمنة more than comfort and happiness أكثر من الراحة والسعادة of the human race يعني أكثر من السعادة والراحة للناس للنوع البشري than advance in health care تقدم بمن بالهيلث كير بالرعاية الصحية. How many millions people How many million people have benefited قد استفادوا. جد من الملايين الناس استفادوا from the humble aspirin من الفتشي اللي هو الأسبرين المتواضع يعني الأسبرين فتشي يعني اعتبر بسيط. How many lives has penicillin saved جد من الحياة اشقد من الحياة الناس اللي البنسلين حفظها شوف هنا الازمه شلون جات الهاب هاب بنسلين سيف هاب سيف ما شنو هاب بنفيتد زين افريج لايف اكسبكتنسي وود هاز رايزن سوري افريج لايف اكسبكتنسي يعني التوقعات الافريج لايف المتوقعه worldwide بالعالم worldwide has rising قد ارتفعت ما اشوف has rising فتشي من الماضي بدا ضافة تأثير للحاضر شنو يعني مضارع تام دراماتيكالي بصورة خلينا نقول يعني حادة او بصورة جيدة over the past 100 years خلال المئة سنة الماضية from about 47 years من معدل عمر 47 سنة العفو in 1902 about 77 years today من 1900 كان العمر 47 سنة والعمر الآن هو 77 معدل العمر هو الآن 77 سنة زين عندنا طبعا أنا هم أريد تتحدث شنو التوبيك اللي هنا تختاره we are world on the move احنا عبارة عن عالم on the move on the move يعني متحرك on the move يعني بحركة دائمية شوف هنا هم شون جاي فعل مساعد علي من هذا الدليل airline carry more than 1.5 billion people to their destinations every year airlines يعني الشركات الخطوط النقل الجوي يسمون airlines carry more than 1.5 billion تحمل كل سنة مليار ونص من الناس their destination إلى يعني يعني أهدافهم أو إلى غاياتهم ممكن نقول عمر الرايح العامل الرايح البيت إلى آخره it's estimated هي من المتوقع that it's estimated من المتوقع that at any one time this day there are as many people traveling in the airplanes as total number of people who travel board in the whole of the 19th century. يعني شو اللي يقول؟ يعني يقول هناك it's estimated هناك تخمينات that at any one time these days get الناس اللي يستخدمون ال airplanes أو يسافرون عبر ال airplanes هم مشابه as the total number of people who are traveling aboard in the world of the 19th century هم نفسهم اللي 9th century هم نفسهم الناس كل الناس اللي هم بيا سنة بيا بال 9th century بالقرن التاسع but I haven't
idea how they work this out. بس أنا ما أعرف شلون يعني رتبوها مثل ما يقول شلون يشتغلون. يعني اللي يريد يقول بهاي الجملة، هاي جملة طويلة، يقول يريد يقول بهاي الجملة يقول إنه من أكو تخمينات إنه الناس اللي كان هسه بهالأيام أو بهذه الأيام اللي هي تسافر on airplanes يعني الطائرات، هي بجد الناس اللي بكل العالم أو الناس البشرية اللي كانت في القرن التاسع. زين هذا هم كنت تعطيني العنوان. العنوان الخامس هنا أو الباراجراف الخامس، it is true that they are now commercialized. صحيح أكو شنو شيء تجاري. And there is greed and drug abuse. هناك and there is greed and drug abuse. هناك استخدام منشطات أو بعض خلينا نقول الجريد، يعني خلينا نشوف شو معنى الجريد. على كل نشوفه شنو الجريد. هاي الجريد أنا ما جاي ترى مثال اللي هو بقى it's competition. It's a competition in which most every country in the world takes part. ولكن هي شنو؟ هي عبارة عن تنافس in which والتي فيها almost every country. كل غالبا أو على الأكثر كل قطر in the world بالعالم أو كل بلد بالعالم takes part يشارك فيها. Every 4 years كل 4 سنوات every 4 years for brief moment للحظة معينة we see world come together نشاهد العالم كله يجي سوية in peace بسلام and friendship ونقول وعلاقة صداقة and we وبصداقة we feel hope again for the future mankind. لذلك احنا شنو نأمل عدنا أمل about مستقبل البشرية. طبعا هذا طين العنوان مالته. زين اتمنى تدزوا العناوين يعني كواجبات على حتى لو كتعليق تدزوا لي يعني او حتى لو مثلا تدزوا لهم على الجروب. لان الواجبات اللي هي يعني مو شبه رسميه، خلينا نقول مو رسميه 100%، بس هي شنو تعتبر لكم واجبات. زين N1724 في 1724 جونسون سويف، هذا واحد اسمه جونثان سويف روت كتب whoever make two blades، اي واحد يقدر يعمل شنو two blades، يعني blades يعني شلون نقول هاي العشبه او شلون نقول الورقه مال العشب يسموها blades مو ليف blades، ما ادري هذا اختصاصكم هو بعد احسن of grass يعني of grass of grass يعني من الاعشاب او خلينا نقول شلون هاي شلون نقول حشيش or two ears of corn أو تقدر تعمل هاي اثنين من الكورن grow where only one grow before sever mankind better. يعني يقول where only one grow before sever mankind، يعني راح يكون أفضل من أن يعاني البشر than all race of politicians، أفضل من كل أنواع شنو السياسيين. In Europe في أوروبا our farmer have done this، في أوروبا المزارعين قد عملوا ذلك. In 1709 في 1907 in Europe all village in France died of hunger. كلهم ماتوا من village اللي فرنسا ماتوا من الجوع، hunger جوع. Now in Europe we cannot eat all food we produce. في أوروبا ما نقدر نأكل كل الأكل اللي إحنا نجي. If only politician could find way to share it with us part of the world. أتمنى يعني يقول إنه politician السياسيين يسوون شير أو يشاركون الناتج اللي عندهم ويا الناس اللي هم صدق محتاجين. There is a famine
هناك شنو مجاعة. We are still there. احنا باقين هنا. شنو the last wonder of the modern world is simply that we are still here. يقول أكثر أو آخر أعجوبة للعالم الحديث هو شنو؟ إحنا we are still there. إحنا باقين هنا. We have had. شوف هنا جاي شنو؟ have had. have now مضارع تام. وتجي ياخذ the past participle. شنو the past participle مال هذا؟ هي had. We have had nuclear weapon. يعني هاي الجملة مضارع تام. إحنا قد ملكنا. شنو من الماضي والمستمر تأثير لحد الآن ما انتهى بالماضي. يعني ما نقدر نقول we had nuclear weapon. we had a nuclear weapon يعني هسه ما عندنا. بس من يقول we have had احنا ملكنا بالماضي مستمرين بالحاضر. we have had nuclear weapons احنا عندنا الأسلحة النووية nuclear نووي for over 50 years من خلال 50 سنة قبل 50 سنة that could destroy the world والتي هي مكانها تحطيم البشرية but we haven't used them ولكن احنا ما استخدمناها to do it. This is surely the greatest wonder of all. وهذا كله هو شيء شنو جيد او فد هي greatest wonder هي العجوبة العظمى للكل. زين انا صار اكتفي بهاي المحاضرة اللي أتمنى منكم يعني أكو واجبات أنا منزلها هاي الواجبات هاي براكتس مثلاً هنا أعطيك مثال ما قال لك negative and punctuation correct the information in the sentence the sun rise in the west ناشي يقول لك الحل ما أتمنى. the sun doesn't rise in the west it rises in the east أنا أتمنى تحلولي إياها ودزولي إياها. أنا هذا ننزله واجب علي من ننزله واجب على الموديل. cows eat meat. كونت تتحليها. Mercedes-Benz cars are made in Canada. كنت عرفته. Mercedes-Benz معروفة الماركة مع السيارات المرسيدس. Neil Armstrong landed on the moon in 1989. روح رجع للقطعة وشوف شنو هاي المعلومة صح لو خطأ. زين. John Lennon was performing on stage when he was assassinated. يعني هذا جون لين كنا عرفنا جون لين. أعتقد أكو قطعة أو فد شيء معلومة عفوا ساي لا تقدر تعرفها بعد أحسن. يقول هو assassinated يعني قتل أو انتحر when he was on stage. He was performing يعني كان عند عرض أو فد شو اسمه. اجتماع أو إلى آخره. The pyramid were built by Chinese. الأهرامات بنيت بالواسطة شنو الناس الصينيين أو الصينيين. We have been class for 5 hours. نحن عدنا حصة 5 ساعات. We are studying Italian. نحن ندرس إيطاليا. هذه كلها معلومات أتمنى تحلوها. بالإضافة أكو أعتقد واجب بعد ثاني. هاي مجرد توصل بين أي بي سي تختار المناسب. طبعا المعنى يعتمد بشكل كبير وهذا الواجب همات تحلو يعني مو إلا كلهم تحلوه نفس اليوم أنا يعني هاي المحاضرة ارتفيت وشوية صارت يعني تقريبا هسه المحاضرة الوقت عندي ساعة. أنا كلها أكو معلومات مهمة القواعد اللي تهتمون بيها بس لازم يعني نقول تبدون تمارسون يعني شنو المضارع البسيط شنو المضارع الماضي البسيط شنو المضارع التام إلى آخره وشنو الأفعال الأوكسيلير غير هاي كلها أتمنى ملاحظات تستفادون منها تطبقوها. إحنا ذن كلها راح نأخذها إن شاء الله بالتفصيل بس هاي إذا مدخل لازم تركزون عليه. شكرا جزيلا. أنا دكتور مقداد وهذه المحاضرة الأولى. إن شاء الله نلتقيكم بالمحاضرة الثانية. المطلوب منكم تحلوا الواجبات بعض الواجبات اللي أنا منزلها على الموديل. شكرا جزيلا.